أمل عمره 18 عاما، تبكي هديل فقدانه بعد استشهاد شقيقها داود الخطيب في سجون الاحتلال. أنا قبل يومين لسه كنت حاكي معاه، كنا مطمن عليه، لسه بحكي له هانت يلا ما ضلكش اشي، اللي هو بحكي لي يلا ضل لي 100 يوم، ما ضلش اشي كتير، ضل لي 100 يوم وبطلع بشوفكم وباخد ولادكم، مش حرجع لكم اياهم. سكتة قلبية جاءت بعد أزمات صحية متعاقبة رافقها إهمال طبي من قبل سلطات الاحتلال بحسب المنظمات الحقوقية. ظروف خطفت داوود قبل إطلاق سراحه الذي كان مرتقبا بعد 3 أشهر، ولا أخبار عن إطلاق سراح جثمانه تقول عائلته. حكاية داوود وما يرويه من بقوا من أشقائه بعد رحيل والديه خلال فترة محكوميته ما هي إلا مثال حي لنهج يحرم الأسرى من أبسط الحقوق خلال حياتهم وحتى بعد رحيلهم. تختلف تفاصيل كل قصة أسير أو شهيد أسير، لكن قاسما مشتركا يجمعها إهمال متعمد للأسرى وتضييق متواصل عليهم في سجون الاحتلال الذي تستمر سلطاته بسن القوانين التصعيدية في مسألة تحرير جثامين الشهداء ومسألة التعامل معها. المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرار بعدم إعادة أي جثمان لشهيد فلسطيني نفذ عملية ضد إسرائيليين، قرار يصنف بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه جزء من إجراءات ردع العمليات. طريقة تفكير غير إنسانية أمنية إجرامية، ينظر إلى الأسير الفلسطيني أو جثمان الأسير الفلسطيني إلى سلعة يحاول استغلالها في صفقاته. على ضوء ذلك تبقى علامات الاستفهام مطروحة حول مدى قدرة تدخل المنظمات الحقوقية الدولية في كبح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقراراته فيما يخص الأسرى الفلسطينيين الشهداء منهم والأحياء. أمير خطيب، تلفزيون العربي، بيت